طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من موقع المصدر أونلاين: صيادون في جزيرة سقطرى يضبطون 16 بحارا إيرانيا. ومن موقع الموقع بوست: المعتقلون في عدن يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام. ومن موقع 26 من سبتمبر: مزارع اللوز في الصلو بلا حصاد. ومن الاشتراك نت: 13 أثيوبيا سجناء في إب منذ عام بلا تهمة. أهلا بكم. موقع المصدر أونلاين يعنون في صفحته الرئيسية: صيادون محليون في جزيرة سقطرى ضبطوا سفينة إيرانية. وقال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر إن صيادين محليين في جزيرة عبد الكوري القريبة من جزيرة سقطرى ضبطوا سفينة إيرانية. وأضاف بن دغر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن السفينة كانت تقل 19 بحارا إيرانيا، وكانت في ساحل حديبو مركز الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي. وجه بن دغر شكره للصيادين المحليين. موقع الموقع بوست نشر تقرير حول المعتقلين في عدن بعنوان: معركة الأمعاء الخاوية، عشرات المعتقلين في سجن بير أحمد يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام في عدن. وقال الموقع إن العشرات من المخفين قصرا في معتقل بئر أحمد الذي تسيطر عليه قوات الحزام الأمني وبإشراف مباشر من الإماراتيين، بدأوا منذ صباح السبت إضرابا عن الطعام، هو الأول من نوعه. وبحسب مصادر في معتقل بئر أحمد تتحدث لموقع بوست، فقد رفض المخفيون قصرا في معتقل بئر أحمد تناول الطعام الذي قدم لهم، وأصدر أهالي المخفيين قصرا بسجن بئر أحمد بعدن بلاغا صحفيا أعلنوا فيه أن أبنائهم المعتقلين تعسفا منذ أكثر من 19 شهرا دون توجيه أو أي تهم أو توضيح أسباب الاعتقال، قد دخلوا معركة الأمعاء الخاوية. وقال الأهالي إن الإضراب عن الطعام مفتوح بدءا من السبت وحتى الموت، أو يتم منحهم حقوقهم القانونية والإنسانية وتحقيق كامل مطالبهم الحقوقية. هذا زمان التشظي. تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج، مضيفا في جزء من المقال: يشهد العالم منذ نهاية الحرب الباردة تحولات في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، وفي حين بشر مفكرون في الغرب بنظام عالمي جديد على أنقاض ثنائية القطبية، طويت صفحات العقود الأربعة الأخيرة على أدخنة وفوضى بلا حدود دون أن يتبدد القلق من خطر مواجهة بالسلاح النووي. وفي الاقتصاد ترسخت هيمنة الاحتكارات، وارتفعت وتيرة نهب ثروات الشعوب الفقيرة، واتسعت الفجوة في الدخول على مستوى البلد الواحد. وفي السياسة كفت الحروب عن أن تكون بالوكالة بين الدول إلى حروب بالأصالة بين الطوائف، ومن دون إغفال العامل الخارجي، لأن الحروب ليست مطلوبة في ذاتها ولكنها صناعة سلاح وبيوتات المال تتغذى بالدماء والأرواح. وبينما دارت رحى الأولى على الحدود والتخوم، تولت الأخيرة حرق المدن والقرى، ولم يعد القتلى جنودا يحملون السلاح، بل هم نساء في المنازل وأطفال في المدارس وشيوخ في أسرة المرضى. ترتب على هذا أو رافقه اتجاه التكتلات الإقليمية والقارية نحو التفتت وميل الدول إلى الانقسام والتشظي. وكان الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال إحدى ثمار القارة العجوز في فترة ما بعد الحرب الثانية، نضج في الوحدة النقدية مطلع القرن، إلا أن الزمن لم يمهله طويلا لكي يفاجأ بأزمة اليورو التي ضربت جنوب أوروبا، اليونان وأسبانيا والبرتغال، ثم وقعت ضربة في رأس الاتحاد بتصويت البريطانيين على الانسحاب. وفي أمريكا الشمالية حمل رئيس الولايات المتحدة قادم من طبقة رجال الأعمال فكرة إحراق الاتفاقية التجارية بين بلاده وكندا والمكسيك. وتئن بلدان عربية عدة تحت حروب تنذر بمصائر مختلفة، فالحريق ممتد من اليمن في أقصى الجنوب إلى العراق والشام حتى ليبيا وما بعدها. في تقرير ورد في موقع سبتمبر نت: ألغام الميليشيا تمنع المواطنين من حصد ما زرعوا في الصلو.
وقال الموقع إن مزارعي قرية الحوت بمديرية الصلب بمحافظة تعز والتي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية يعيشون معاناة كبيرة لا سيما بعد تحول غالبية أراضيهم الزراعية إلى حقول ألغام. ويعتمد معظم أهالي قرية الحوت على بيع محصول اللوز المعروف بالفول السوداني كمصدر رئيسي للدخل، لكن هذا العام كان مختلفا كليا إذ لم يتمكن الأهالي من حصاد ثمارهم الزراعية نتيجة الحرب التي تشنها الميليشيا الانقلابية في قراهم. وفقا للتقرير الذي كتبه وئام الصوفي أو كتبته وئام الصوفي، فقد استشهد في وقت سابق من الشهر حبيبة محمد حيدر عثمان وفتحي صادق عبده غالب، وجرح كل من تهاني محمد حيدر وسميرة عبد السلام أثناء حصاد ثمارهم من اللوز في قرية الحود جرى انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا الانقلابية. وقالت مصادر محلية لسبتمبر نت إن حقول الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في قرية الحوت تشكل تهديدا كبيرا أمام المزارعين بعد أن أصبح ما زرعوا القرية يجدون صعوبة بالغة في الحصول على أو للوصول إلى أراضيهم الزراعية. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، منها الرئيس هادي لولد الشيخ يقول الحوثيون لا يعرفون إلا لغة السلاح. ومن أبين قبائل أبين تتداعى وتستنكر مقتل 3 من آل شداد تحت التعذيب. وفي تعز مسلحون يهاجمون إدارة أمن المظفر وسقوط قتيل أثناء الاشتباكات مع الحراسة. في موقع الموقع بوست كتب محمد صادق مقالا عبر فيه عن المأزق الذي وصل إليه اليمن وكيف أصبح الحلم بالغد أمرا مستحيلا فقد صار الغد مدمرا، وأضاف الكاتب في فقرات من المقال: أدرك تمام اليقين أن الحوثيين بمختلف أدوات القتل والترهيب لا يضعون في حسبانهم الغد وما سيجلب معه من استحقاقات ومساءلات للجناة. لقد استطاع الحوثيون في أقل من 3 أعوام تحقيق ما عجز عن تحقيقه عفاش طوال عقود من الفساد والإفساد. كان يحاول بكل أدواته قتل الأمل في قلوب ملايين من اليمنيين الضحايا، لكنه فشل، وظل الناس برغم استهداف معيشتهم ونسيجهم الاجتماعي وصحتهم وتعليمهم، ظلوا يشهرون الأمل بأن الغد ستشرق شمسه نوراً يطرد عتمة ليل الفساد والمحسوبية وتدمير القيم. ظل الناس يواجهون كل آثام عفاش بحلم التغيير وآمال الخلاص، ثم حين أيقن فشله بتحقيق ذلك أسلم اليمن بكامل أرضها وإنسانها لمن سيقوم بإنجاح ما عجز عن فعله واستكمال مسيرة الموت. لن ترى اليمن خلاصاً حقيقياً إلا بالخلاص الكامل من تركة عفاش. إن اليمن تستحق النور ويستحق أهلها الإنصاف والعدالة وإنجاز ثورة لا تبقي من كل هؤلاء الأوغاد ولا تذر. خذلتنا هذه البلاد وخذلناها حتى التماهي لنغدو بعد ذلك ركاماً من الخذلان الذي أضاع بلداً بكامل أرضه وإنسانه. وحدهم الانتهازيون لا يخسرون لأن انتماءهم في الأساس للمصلحة، لذلك نجدهم يحققون مكاسبهم ويتصدرون المشهد في السلم وفي الحرب وفي المساومات والمباحثات، إنهم يواصلون حصد الغنائم. بالنسبة لي وأمثالي نموت كل يوم من الحسرة والفاجعة ونحن نشهد وطناً عشقناه حد الاشتعال ينهار أمامنا. ومن العناوين الواردة في موقع المشاهد نت: توقف للدراسة في أمانة العاصمة رغم تعليق نقابة المهن التعليمية للإضراب. وقال الموقع إن معظم مدارس صنعاء خلت من المدرسين والطلاب رغم إعلان النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية تعليقها للإضراب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأفاد أولياء أمور للموقع أن أبنائهم لم يتلقوا أي حصص تدريسية من قبل المعلمين الذين طلبوا من الطلاب المغادرة إلى بيوتهم في وقت مبكر. ويرى مراقبون أن هذا العام سيكون الأصعب لطلاب المدارس بسبب مطالبات المدرسين استلام مرتباتهم بشكل منتظم وامتناع الحوثيين عن تسليم مرتبات المدرسين وصمت الحكومة الشرعية حيال وضع التعليم المتدهور في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. سجناء منذ عام لم يسبق الحديث عنهم ألقتهم ميليشيا الحوثي في مركز إب. وفقا لموقع الاشتراكي نت فقد نفذ 13 سجينا إثيوبيا في مبنى السجن المركزي بمدينة إب إضرابا عن الطعام منذ يوم الجمعة.
وذكرت مصادر مطلعة أن المحتجزين سجنوا قبل عام تقريبا دون أي مسوغ قانوني من قبل الميليشيا الانقلابية. المصادر أوضحت أنهم أضربوا عن الطعام وناشدوا الجهات القضائية والمنظمات الحقوقية بسرعة الإفراج عنهم وترحيلهم إلى بلادهم. وإلى قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مدارس اليمن لم تنطلق تحت هذا العنوان في صحيفة العرب الجديد، والتي أضافت أيضا فشل اليوم الدراسي أو فشل اليوم الدراسي الأول مجددا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد إعلان النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في صنعاء تعليق الإضراب الذي ينفذه أكثر من 166 ألف معلم. وتوافد آلاف التلاميذ إلى مدارسهم كما حدث في منتصف شهر أكتوبر الجاري، إلا أنهم لم يجدوا المعلمين أمامهم كما جاء في إعلان تعليق الإضراب بعد اتفاقات بين حكومة الحوثيين ونقابة المهن التعليمية والتربوية. في هذا السياق يقول ولي أمر أحد التلاميذ عبد السلام عليان إن ابنه عاد من مدرسته باكرا بعدما اكتشف عدم حضور المعلمين إلى المدرسة ويتابع للعربي الجديد. شعرنا بسعادة كبيرة عندما قيل لنا أن المعلمين أنهوا الإضراب، إلا أن أملنا خاب إذ عاد التلاميذ باكرا إلى منازلهم، فقد فشلت وزارة التربية والتعليم مجددا في إقناع المعلمين بممارسة أعمالهم وبدأ العام الدراسي الجديد. التلميذة فتحية غالب توضح أنها ذهبت إلى المدرسة ووجدت مدرسين متطوعين أعطوها مع زميلاتها دروس الدين العربية، لكنهم غادروا بعدها مباشرة لعدم وجود مدرسين للمواد العلمية الأخرى. وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في صنعاء قد دعت في بيان صادر عنها اطلعت عليه العرب الجديد المعلمين إلى الانتظام في مدارسهم، مؤكدة أن تعليق الإضراب سيظل إجراء مؤقت وسريانه مرهون بوفاء حكومة صنعاء بالتزاماتها تجاه المعلمين. وبحسب التفاهمات التي تمت بين النقابة وحكومة الحوثيين فإن الأخيرة التزمت بدفع نصف راتب لكل موظف إلى جانب سلع تقدم له مقابل نصف الراتب المتبقي. هذه التفاهمات قوبلت برفض واسع لدى المعلمين الذين أصروا على ضرورة تسليم الرواتب أولا قبيل تنفيذ الذهاب إلى المدارس. كشفت منظمة حقوقية يمنية مستقلة كما ورد في صحيفة الخليج عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل ميليشيات الحوثي وصالح ضد المدنيين والمعارضين في محافظة الحديدة، تمثلت في الاعتقالات والإخفاء القسري واستخدام المعتقلين دروعا بشرية. وبحسب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود في تقرير صادر عنها، تم رصد وتوثيق 2304 حالات اعتقال لمدنيين خلافا للقانون من قبل الميليشيا خلال الفترة من أكتوبر عام 2014 حتى نهاية مايو. وكشف تقرير ثاني لها بعنوان دروع بشرية في الحديدة عن سقوط 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا جنائية ومن المعتقلين والمخفين قسرا ممن استخدمتهم الميليشيات الحوثي وصالح دروعا بشرية. أوضح التقرير أن المنظمة وثقت قيام الميليشيا بتوزيع المعتقلين في الحديدة على 6 مواقع احتجاز من بينها معسكران 2 ومنشأة خاصة حولتها إلى مخزن سلاح وموقع تدريب عسكري، إلى جانب ناد قامت بتحويله إلى ثكنة عسكرية فضلا عن سجنين رسميين. كانت
تمام نصار البالغة من العمر 45 عاما واحدة من ملايين الفلسطينيين الذين شوه وعد بلفور حياتهم إلى الأبد، وقد تم اقتلاعها من قريتها جوليس في جنوب فلسطين في العام 1948، وكان عمرها آنذاك 5 أعوام فقط. الصحفي رمزي بارود مؤلف كتاب الأرض الأخيرة قصة فلسطين يروي قصة الفلسطينية تمام نصار كواحدة من ضحايا بلفور في المقال المعاد نشره في صحيفة الغد. تعيش تمام مع أبنائها وأحفادها في مخيم النصيرات للاجئين في غزة، وبينما تعاني من الضعف تحت وطأة السنوات القاسية ومن الضجر الذي تجلبه حلقة لا تنتهي من الحرب والحصار والفقر، ما تزال تمام تحمل بعض الذكريات الضبابية لماضي لا يمكن تعويضه أبدا، وهي لا تكاد تعرف شيئا عن أن رجلا اسمه آرثر جيمس بلفور هو الذي كان قد قرر مصير أسرتها لأجيال عديدة وأسلمها إلى حياة من الخراب الدائم. بحلول الوقت الذي ولدت فيه كان البريطانيون قد استعمروا فلسطين منذ عقود في عملية بدأت بعد أشهر فقط من توقيع بلفور على إعلانه. كانت الذكريات القليلة التي تطل من وراء البراءة الساذجة تتحدث إلى حد كبير عن ركض الأطفال خلف القوافل العسكرية البريطانية لطلب الحلوى من الجنود. في ذلك الوقت لم تلتقي تمام باليهود، أو أنها ربما تكون قد فعلت، ولكن بما أن الكثير من اليهود الفلسطينيين كانوا يبدون تماماً مثل الفلسطينيين العرب، فإنها لم تتمكن من معرفة الفرق أو حتى تعنى بمعرفة الفرق. كان الناس مجرد أناس، كان اليهود جيرانهم في جوليس، وكان هذا هو كل ما يهم. كان منزل تمام مبنياً من الطين الصلب، وكان له فناء أمامي صغير حيث كانت الفتاة الصغيرة وإخوتها يحبسون في كثير من الأحيان عندما تجوب القوافل العسكرية قريتهم. وسرعان ما أصبح ذلك يحدث أكثر فأكثر، والحلوى التي كانت تحلي ذات مرة حياة الأطفال لم تعد تعرض عليهم. ثم جاءت الحرب التي غيرت كل شيء. كان ذلك في العام 1948. انسحب الجنود البريطانيون من ضواحي جوليس للسماح للميليشيات الصهيونية بشن هجومها، وتم طرد القرويين بعد معركة قصيرة وإنما دموية. طردت تمام وإخوتها ووالداها من جوليس أيضا، ولم يروا قريتهم الحبيبة مرة أخرى أبدا. صحيفة القدس العربي في أخبارها المنوعة قالت لم تكن لورا ميسي بحاجة إلى البحث عن فارس أحلامها، واختارت بدلا من ذلك أن تقيم حفلة أعلنت فيها الزواج من نفسها، حيث أعلنت ميسي 40 عاما أمام 70 فردا من أقاربها وأصدقائها: أنا لورا، أقبل نفسي زوجة لي. وتبدأ الكاميرا بالتصوير بينما تضع الخاتم في إصبعها وتتعهد لنفسها بالوفاء الأبدي. وبعد أن تركت لورا وراءها علاقة منهارة استمرت 12 عاما مع شريك لها، اتفق معها مدرب اللياقة البدنية على أن تتخذ تلك الخطوة غير العادية، ليس من باب اليأس ولكن كوسيلة إيجابية للتعبير عن حبها العميق لنفسها. وبفستان الزفاف الأبيض مع باقة بيضاء من الورد ووصيفات الشرف وكعكة مزينة، زفت ميسي نفسها على نفسها في مطعم ببلدة في ماركاتي شمالية إيطاليا. ولم تكن ميسي تعلم في ذلك الوقت أن ذلك الزفاف سيدفعها بسرعة إلى النجومية في وسائل الإعلام بإيطاليا، وهو أمر تقول إنه مريح جدا لها، حيث أنها تبين أن الحب لا يعرف حدود. وتقول ميسي لوكالة الأنباء الألمانية: أنا أؤمن بالحب لا القصص الخيالية، ويمكن أن يتم الزواج أيضا بدون فارس الأحلام الخرافي. أنا مقتنعة بأنه يتعين عليك أن تحب نفسك أولا قبل أن تحب شخصا آخر. وثم كثير من الأشخاص رفضوا خطبتها للزواج من نفسها باعتبار أن ذلك هراء، ولكن عندما أقامت حفلة زواج كامل كانت الدموع تذرف حتى من أعين الرجال، كما ذهبت أيضا لقضاء شهر العسل وحدها. صحيفة البيان وفي أخبارها المتنوعة قالت خطاب كتبه أحد ضحايا غرق السفينة تايتانيك بيع في مزاد مقابل 166 ألف دولار، ما يمثل أعلى قيمة تدفع في خطاب كتبه أحد ركاب السفينة المنكوبة.
الخطاب كتبه راكب الدرجة الأولى الإسكندر أوسكار هولفريسن إلى والدته على ورقة نقش في أعلاها اسم تايتانيك ويصف في الرسالة انطباعاته عن السفينة الضخمة ويشيد بالطعام والموسيقى. وكتب هولفريسن في اليوم الذي سبق اصطدام السفينة بجليد بجبل جليد: إذا سارت الأمور على ما يرام سنصل نيويورك صباح يوم الأربعاء. وكان هولفريسن موظف المبيعات المولود في مينيسوتا، مسافر برفقة زوجته ماري أليس التي نجت من الحادث. في خطابه يصف هولفريسن أيضا لقائه مع أحد أشهر ركاب السفينة ويقول: جون جاكوب أستور على متن السفينة، في إشارة لرجل الأعمال وقطب العقارات الأمريكية الذي كان واحدا من أغنى أغنياء العالم في ذلك الوقت. وتابع: يبدو مثله مثل أي إنسان آخر، رغم أنه يمتلك ملايين الدولارات يجلس على سطح السفينة مع باقي الركاب. وإلى اختيارات موقع شبكة بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع المنصرم، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.